العيد أو خبز القالب، تعددت الأسماء والطعم واحد، ليعتبر القالب من الأكلات الشعبية المتوارثة التي تشتهر بها محافظة درعا، وتتسابق النسوة إلى صنعه وتقديمه في الأعياد والمناسبات المختلفة. خبز القالب متعارف عليها عنا إحنا بحوران، بيسووها بأيام الأعياد، فهي مكوناتها الطحين، شومر، يانسون، حبة البركة، سمسم، جوزة الطيب، ومحلب، ورشة سكر طبعا، والخميرة، ورشة الملح. فبنعجنها مزبوط، المواد كلها بنخلطها ونعجنها مزبوط، وآخر شيء بنحط عليها كاسة زيت الأونة. طبعا بنستنى عليها شوي العجينة لحتى تخمر، تقريبا بدها شي ساعة للتخمير، وبعدين بنقرصها لقراص صغيرة ونستنى كمان شوي عليها مشان نقدر نحطها بالفرن. والحمد لله يعني هي أكلة تراثية والناس لحد الآن بتحبها وبتطلبها كثير. تحولت صناعة هذا الخبز من أكلة شعبية إلى مصدر دخل لبعض النساء، حيث امتهنت بعضهن إنتاج خبز القالب في المنازل وبيعه في الأسواق أو للعائلات الراغبة به. الأوضاع المادية ساءت معانا، فتعرفنا على المجموعة بالكنيسة فعملوا دورات للتدريب المهني، فكنت أني واحدة من النساء اللي دربت معاهم بالخبز. فالحمد لله كانت أمورنا كلها بخير وناجحة، وتحسن شوي طبعا الدخل عندي، ساعدت جوزي بالمصروف بترباية الأولاد الجامعة خصوصا، يعني أني انحرمت من التعليم فما حبيت أولادي ينحرموا، حبيت بناتي وابني يدرسوا ويأخذوا أحسن الشهادات. كغيره من الطقوس الشعبية المحببة، تعد صناعة هذا الخبز من الصناعات التي تشتم خلالها عبق التراث وأصالة الطعريقة التي تطفي جواً أسرياً ساحراً على أيامنا.